غيره مني وشك ليه؟ طب انت زعلانه مني ليه طيب؟ عشان مش عايزه تسفرين المنصوره اكني عيله هيخطفوني. يا حبيبتي مش موضوع مش عايزه اسفرك، انا قلت لك اديني بس يومين ثلاثه اظبط اموري واسفرك ويمكن كمان اجي معاكي. خلاص يبقى انا اسافر بكره وانت اما تبدي تسافري معايا تاني. لازم ازور بابا، لازم اقرا له الفاتحه. ابوكي زعلان، بيطلع لي في الحلم زعلان. ايه اللي مزعله؟ عشان ما بنزورهوش وما بنقرالوش الفاتحه. طب احكي لي الحلم كده، احكيه لي. ببقى قاعده في اوضتنا اللي في المنصوره في بيتنا. هو بيبقى داخل عليا كده. وقبل ما يجي يكلمني بيروح الدنيا مولعه. يا ماما انت نفس الحلم ده لسه حلمانه بيه من اسبوعين بالظبط. يعني ايه بكدب؟ مش بتكدبي بس ارحميني احلام ورحمه الغالي، اول لما ظروفي تتحسن هسفرك المنصوره، اديني يومين بس. يومين لو ما سافرناش هزن تاني.